مرحبا، شكرا لمتابعتكم تيك ميشن. اليوم راح اطرح عليكم سؤال كتير مهم، بس هو بنفس الوقت بسيط ومباشر. قديش مستوى ثقتكم بالتكنولوجيا؟ هل بتوثقوا فيها لدرجة انه تأمنوها على بيتكم واهلكم؟ لحتى ساعدكم تجاوبوا عن هالسؤال راح اقدم لكم احدث ابتكار تقني وصلني، هو قفل باب ذكي سمارت لوك من شركة ويلوك الصينية. بعتوا لي حتى جربه واحكي لكم عنه، وراح اشرح لكم كل مواصفاته بالتفصيل. بس بيضل السؤال اللي بدي تجاوبوني عليه، هل بتأمنوا هذا القفل على بيتكم؟ تابعونا. هذا القفل الذكي اسمه سوهو من شركة ويلوك، بيجي مع مواصفات كتير حلوة ومريحة الصراحة. شخصيا حبيت الابتكار اللي فيه، وحبيت كمان الهندسة. من حيث البنية الجهاز قوي ومتين وبيوحي بالثقة، معدني بالكامل ما عدا الأجزاء الرقمية منه. هاي الجهة بتكون لداخل البيت، وهي الجهة بتكون للخارج، وهي جزء ذكي من القفل. هذا الجزء هو السلندر أو لب القفل اللي بنعرفه كلنا، بيركب على أي باب مكان السلندر العادي، وتركيبه ما صعب أبدا. بيشتغل على 3 بطاريات صغار ياس AAA، وإذا صاروا خلصت البطارية وأنتوا برا البيت وما انتبهتوا عليها، ممكن ببساطة توصلوه بشاحن أو بباور بانك من هون لحتى يشتغل ويسمح لكم تفتحوا الباب لتقدروا تغيروا البطاريات. منيجي على الوظائف والتشغيل. أول شيء القفل بيجي مع تطبيق ذكي على أجهزة أندرويد وآي أو إس، بس لسبب ما وقت تعمل سكان للكيو آر كود بياخدك على موقع ويلوك، ما بياخدك على جوجل بلاي لحتى تنزل التطبيق، وهالشي ما حبيته. أنا دائما بفضل أنزل التطبيقات بالمكان الأساسي اللي هو جوجل بلاي منشان الأمان. فتح القفل بيصير بعدة طرق. الطريقة الأولى هي برمز الدخول، رمز رقمي، في رمز دخول خاص للأدمن، هي بتحفظوه أنتوا ما بتعطوه لحدا، وبتضيفوا رموز دخول قد ما بدكم، وبتحددوا مين بيستخدم كل واحد منها لحتى تعرفوا مين فتح الباب بأي وقت طول الوقت. ببساطة بنضغط أي زر لحتى يفيق القفل، بعدين بنحط الرمز وبنضغط زر القفل وبيفتح الباب. الطريقة الثانية هي عن طريق البطاقات الخاصة. ويلوك عم تبعت مع هذا القفل 3 كروت خاصة بتفتحوا عن طريق اللمس. ممكن انه نفتح القفل او نسكره بلمسة واحدة وبمنتهى السهولة. الطريقة الثالثة تطبيق الموبايل، بعد ما نعمل مزامنة معينة ومندخل كود خاص بيصير تطبيق الموبايل كمان بيقدر يفتح الباب ويقفله وبأي وقت. الطريقة الرابعة الرمز المؤقت، لنفترض انه في حدا اجى لعندك وانت ما بالبيت، وانت بأي مكان بالعالم طالما انه في عندك انترنت بتقدر تعطي هذا الشخص رمز مؤقت يفتح فيه الباب، وصلاحية هذا الرمز تنتهي بالوقت اللي انت بتحدده، وبالتالي هو ممكن يستخدمه فقط لحتى يدخل وقت اللي انت سمحت له وبس. كتير ذكي مثل ما شايفين، وفي مواصفات قوية وغنية، والصراحة مريح جدا خصوصا للشركات. عندي بالمكتب مثلا مفيد جدا انه شغل هذا القفل، بقدر اعرف كل موظف ايمت وصل، مين كان بالمكتب باي وقت واي شيء، وممكن كمان اني اعطي دخول مؤقت لشركة التنظيف على سبيل المثال لحتى ينظفوا المكتب ونحن ما انا موجودين. من ناحية تانية انا في عندي كاميرات مراقبة بكل انحاء المكتب، وبالتالي ما بخاف من الخروقات. بس بنرجع للسؤال اللي بدأنا فيه، هل بتأمنوا هذا القفل على بيتكم واهلكم؟ بدي تجاوبوني بالتعليقات، مين فيكم بيوثق بالتكنولوجيا بما فيه الكفاية حتى يركب هذا القفل على باب بيته؟ كمان رح اسألكم اسئلة تفصيلية، وما رح جرب لا خوفكم ولا شجعكم وطمنكم، بدي انتو تجاوبوني. شو معقول يصير غلط وقت في عنا هيك تكنولوجيا على قفل باب البيت؟ شو هي الأخطار اللي ممكن تصير؟ شو هي المشاكل اللي ممكن نواجهها؟ وبنفس الوقت شو المنافع اللي بنستفيد منها بأنه نستخدم هيك جهاز؟ بانتظار أجوبتكم على هالأسئلة بالتعليقات هون أو على إنستغرام. شكرا لتابعتكم هالفيديو، ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتابعوني على إنستغرام، وأنا بشوفكم بالفيديو القادم.